السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بروفيشنالز معكم رايان في فيديو جديد. اليوم سأقدم لكم أسعار هواتف آيفون جديدة في الجزائر، أي هواتف آيفون التي أطلقتها أبل في مؤتمرها الأخير، والتي هي آيفون 12 ميني، آيفون 12، آيفون 12 برو، آيفون 12 برو ماكس. وهي الأسعار المتوقعة والأسعار التي من المفترض أن يدخل بها إلى الجزائر، وسأقدم لكم أسعار أقل نسخة بالطبع، ويمكن أن تغير السعر حسب النسخة. فقبل أن نبدأ لا تنسوا لايك الفيديو، اشتراك بالقناة ونشر الفيديو لأي شخص يحتاجه، وهيا نبدأ بالفيديو. Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting. سنبدأ مع أرخص هاتف آيفون قدمتها أبل في مؤتمرها، الذي هو آيفون 12 ميني، الذي جاء تقريبا مع نفس مواصفات آيفون 12 وحتى مع نفس شاشته، ولكن على ما أعتقد جاء مع بطارية أصغر. سعره هو 800 دولار كما قلنا لأقل نسخة، فهي من المفترض أن توفر في الجزائر بـ 16 مليون سنتيم. بالنسبة لآيفون 12 العادي لأقل نسخة 900 دولار، أي في الجزائر 18 مليون سنتيم. أما الآيفون 12 برو النسخة المحسنة قليلا تأتي بسعر 1000 دولار، في الجزائر من المفترض أن توفر بسعر 20 مليون سنتيم. أما الآيفون 12 برو ماكس سعره هو 1100 دولار، أي في الجزائر 22 مليون سنتيم. وهذه الأسعار التي من المفترض أن توفروا بها في الجزائر. إذا كانوا أكثر من الأسعار التي قدمتها لكم اليوم، فلا أنصحكم بشرائهم، انتظروا حتى يستقر سعرهم. ويجب أن تعرفوا أنه في الأيام الأولى التي توفر فيها هذه الهواتف ستكون أسعارها خيالية وخيالية جدا. مثل آيفون 11 برو ماكس توفر في اليوم الأول كان سعره 40 مليون سنتيم، كان بين 40 مليون سنتيم أو 30 مليون سنتيم، لا أتذكر جيدا، لكنه كان السعر جنوني جدا. انتظروا شهر، شهرين، 3 أشهر أو 4 أشهر واشتروهم. فإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا لايك الفيديو، اشتراك بالقناة ونشر الفيديو لأي شخص يحب هواتف آيفون، وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين.